السلام عليكم ورحمة الله، معكم بروف يوسف طلبي. في هذه لا فيديو غادي نشوفو لي بيرسوناج دانتيغون، غنشوفو نحاولو نشوفو جميع الشخصيات ديال انتيغون، غنعطيو العلاقة ما بين هاد لي بيرسوناج، وغادي نشوفو الدور ديال كل واحد فيهم في المسرحية، نتكلمو على الصفات ديالو، وبهكا إلا فهمنا لي بيرسوناج ديال انتيغون غنكونو بحال إلا فهمنا تقريبا واحد 60% من المسرحية. Alors, on va commencer par la famille d'Antigone. On va commencer par l'aïla d'elle. Antigone, qui est la famille royale, l'aïla al-Malakiya. Alors, Laios, le premier personnage, le roi Laios, le roi de Thèbes, le Malik d'elle Thèbes, la Madina le Kaddos fiha l'Ihdas d'elle Msrahiya. Sa femme, Zouja d'elle, l'aïla Jocaste, la reine, le Malika. Donc, le roi, la reine, le roi c'est Laios. La reine c'est Jocaste. L'ihdat kadouz fwahed l'mdina yunanya li smitha Thèb. Had Laios ma had Jocaste gheouldou wahed l'ould wahed l'ibn li huwa Édipe. Donc Édipe li huwa l'mbad ghadi yuli le roi. Had Édipe, qu'est-ce qu'il va faire? Chnou ghadi dire? Il va tuer son père Laios. Ghayqtel l'ab diyalo bla ma ya'rfo. Ghaykber Édipe ghaykoun kber b'id ala l'ab diyalo. L'ab diyalo ghadi tkhallas menno. لان واحد العراف خبره ان هذا الابن اللي غيتولد الا ما قتلوش ما تخلصش منه غادي يقتلو فاش غيكبر وغتحقق هذا الرؤيه يعني هذا الاديب فاش غادي يكبر غيقتل الاب ديالو لايوس بلا ما يعرف شنو غيدير وغيتزوج الام ديالو جوكاست حتى هي بلا ما يعرف دونك هنا لايوس اللي هو لو روا دو تيب سا فام جوكاست اللي هي لا رين غيولدو واحد الابن اللي هو اديب هاد إيديب il va épouser sa mère Jocaste غيتزوج الأم ديالو بلا ما يعرف وغيقتل قبل منا الأب ديالو بلا ما يعرف دونك هاد إيديب مع جوكاست اللي هي الأم ديالو غيولدو ربعة ديال الأبناء لو بروميي سي إيتيوكل غيولدو واحد الإبن سميتو إيتيوكل أن أوتر كي سابيل بولينيس أون في كي سابيل إيسمين Et une autre fille, il y a Antigone, il y a l'héroïne de l'histoire, il y a le batala de l'Qissa d'Yenna. Donc Antigone, il y a la princesse l'Amira, l'ours d'Yelha Ismen, Khouha Polynis, ou Khouha l'Akhar, Houawa Etayokl. Donc l'Ab d'Yelha de les frères Barba, Shouna Houa Édipe, ou l'Om d'Yelhoum, il y a Jocaste. Adouma, la famille, donc les frères et les parents d'Antigone. يعني من بعد ما غادي يموت لايوس غيتقتل على اليد ديال الابن ديالو ايديب وايديب غيولد مع الام ديالو ربعه ديال الدراري فاش غيعرف هاد ايديب الحقيقه غادي يتخلى على الحكم ومن بعد غيموت وهاد جوكاست غادي تنتحر شكون غيولي الملك هما لي دو برانس ايتيوكل مع بولينيس دونك ايتيوكل بولينيس هما لي دو غارسون تو لي دو غيوليو ملوك غيديروا الدور بالدور ايتيوكل غيحكم عام وبولينيس غيحكم عام اللي موراه ولكن ايتيوكل غيرفض يتخلى الحكم على الاخ ديالو وشنو غيوقع غادي يتقاتلوا بيناتهم وغادي يموتوا يعني شكون غادي يولي لنا لو روا هو كريون شكون هو كريون هو اللي غيولي لو نوفو روا دو تاب هو اللي غيكون الملك الجديد ديال هذه المدينه ديال تاب هاد كريون هو لو فخير دو جوكاست هو الاخ ديال جوكاست يعني كريون هو لونكل الخال ديال انتيغون لونكل ديال اسمين دو بولينيس اي دو اتيوكل هاد كريون اللي هو لو نوفو روا الملك الجديد اللي هو لو فخير ديال جوكاست لونكل ديال انتيغون اي لي ماريي مزوج بواحد لا فام كي سابيل اوريديس دونك هي اللي غتكون لا رين بما ان كريون هو لو نوفو روا الملك اوريديس غتكون لا رين كريون مع اوريديس عندهم واحد الابن اللي هو ايمون دونك شكون هو ايمون اللي هو لو كوزان اي فيونس فيونسي دانتيغون هو الولد الخال والفيونسي الخطيب ديال انتيغون هادو هما لي بيرسوناج دو لا فامي دانتيغون لي بيرسوناج دو لا فامي رويال شوف معايا هنايا راه استعملت الالوان هنايا دونك الشخصيات اللي بالصفر هي الشخصيات الميتة قبل بداية المسرحية يعني فاش غتبدا المسرحية نقراوها غيكون هاد لايوس جوكاست ايديب ايتيوكل بولينيس ديجا ميتين
اللي بالاحمر هما الشخصيات اللي غادي تموت في الاخر ديال المسرحيه، في الاخر ديال المسرحيه اوريديس اللي هي الام ديال ايمون مع انتيغون اي ايمون، هاد لي تخوا بيرسوناج فون موري. كيفاش غيموتوا؟ كاملين فون سو سويسيدي، غادي ينتحروا. هادو هما لي بيرسوناج ديال لا فامي رويال او بيان لا فامي دانتيغون. هنا غنزيدو نعطيو معلومات بالتفصيل، نعاودو شي شويه. دونك هنايا انتيغون اي لا في دي ديب، انتيغون هي لا في دي ديب، اي جوكاست او لا في ديال جوكاست لي سوفران دو تيب، الملوك ديال تيب، اي سور دو والاخت ديال ايتيوكل بولينيس اسمين. ها هي عندنا هنايا انتيغون، sa sœur Ismène, son frère Polynice et son deuxième frère c'est Éthéocle. Leur père c'est Édipe et leur mère c'est Jocaste. Éthéocle et Polynice sont les frères d'Antigone. Ismène est la sœur d'Antigone. Créon c'est le roi. Créon est le roi de Thèbes, le malik de Thèbes, le roi. Et l'oncle d'Antigone, ou le khal d'Antigone. Eurydice, c'est la femme de Créon. Eurydice, c'est le fils de Créon. Aimon, c'est le fils du roi Créon. Aimon, qui m'a dit Frotata, c'est le fils de Créon et d'Eurydice. Et c'est le cousin et fiancé d'Antigone. Et le khatib d'Antigone. Donc, il m'a dit les personnages en jaune, les chersiètes, les bsfal. Je suis chersiètes, les économies, déjà, je suis dans le msrahia. و لي بيرسوناج لي بالاحمر هما اللي غيموتوا في الاخر ديال المسرحيه، غينتحروا. هذا علاش انتيغون هي واحد لا تراجيدي، واحد لا تراجيدي هي واحد النوع من المسرح اللي لي بيرسوناج برينسيبو، الشخصيات الرئيسيه كيموتوا في الاخير. دونك انتيغون هي لو بيرسوناج برينسيبال، هي لي هيروين، هي البطله، فا موريغ على فان دو لا بيس. دابا ندوزو لي زوتر بيرسوناج. الو كاين ان اوتر بيرسوناج اللي هو لو برولوغ. انا حاولت خديت صور من المسرحيه ديال انتيغون. الو هذا هو لو برولوغ، الشخص اللي لعب الدور ديال البرولوغ. شكون هو هذا البرولوغ؟ سي ان بيرسوناج اكستيريور ا لانتريغ، هو واحد الشخصيه خارج القصه، ما غيشاركش في الاحداث ديال القصه، ولكن كيبان في الاول. فاش غنفتحوا الكتاب ديال انتيغون المسرحيه غنلقاو لا بروميير سين، المشهد الاول فيه لو برولوغ. سون رول، الدور ديالو اي دو بريزونتي لي بيرسوناج، هو الدور ديالو هو كيقدم لي بيرسوناج. شوف معايا في الصوره الثانيه، هو لو برولوغ، البيرسوناج اللور ورا في المسرحيه هو كيقدمهم واحد بواحد لمن البوبليك، الجمهور. دون ان لون مونولوغ، لو برولوغ سادريس ديريكتومون او بوبليك، كيتوجه بالخطاب مباشره للبوبليك، الجمهور. سولا بيرمي دو كومبروندر لي بيرسوناج، هاد لو برولوغ كيمكننا اننا نفهمو لي بيرسوناج، لور ستاتو، لور بونسي، يعني الوضعيه ديالهم، الدور ديالهم في المسرحيه ومع الافكار ديالهم. هذا هو لو برولوغ. دونك لو برولوغ هو واحد لو بيرسوناج كي بار لو بوبليك، كيتكلم مع لو بوبليك، شنو هو الدور ديالو، ايل بريزونت لي بيرسوناج. ان اوتر بيرسوناج لي هو لو كور. دونك لو كور، الوغ شي انوي فهاد المسرحيه ديال جون انوي، لو كور انترفيان بور 3 فوا. هاد لو كور دو بيرسوناج فهاد التراجيدي غيتدخل 3 المرات. Alors la première pour donner une définition de la tragédie, غيتدخل وغيتكلم مع الجمهور، يعطي الفرق ما بين لا تراجيدي dans son opposition au drame، غيعطي الفرق ما بين التراجيديا والدرام. يعني هادو واحد جوج ديال الانواع ديال المسرح. تراجيدي كتسالى ديما بحدث مأساوي بلا مور دو بيرسوناج برينسيبال، وما فيه غير لي مالور اي المآسي، والعكس ديالو هو لو درام. لا دوزيام فوا، المرة الثانية اللي غيدخل هاد لو كور في المسرحية، pour demander à Créon de chercher un moyen afin de sauver Antigone de la mort. On a dit pour demander à Créon, باش يطلب من Créon de sauver انه ينقذ Antigone de la mort. فاش Créon غيحكم على Antigone بالموت، هذا لو كور غيتدخل وغيترجاه انه ينقذ Antigone. La troisième fois، المره الثالثه اللي غيدخل فيها هذا لو كور، pour annoncer la mort، في الاخر ديال المسرحيه باش يخبرنا بالموت، la mort d'Eurydice, la femme de Créon. Donc, le cœur ou le Créon, Eurydice. Les autres personnages, il y a la nourrice, il y a le morabbia,
C'est la femme qui a élevé, il y a une femme qui a élevé leur bête, les deux princesses, Amira, Ismène et Antigone, après la mort de leur mère Jocaste. Fash met Jocaste, Melikan, Tahrat, fash arfat anna tzoujat bel ibn ديالها. شكون اللي غادي يربي أنتيغون مع إسمين؟ هي لا نوريس، واحد المرأة اللي لا نوريس. أنتيغون لابيل نونو في المسرحية، أنتيغون كتعيط ليها نونو. Ensuite عندنا نوتر بيرسوناج اللي هو لو ميساجي، دونك لو ميساجي المرسول، لا جايه ميساج، ايت ان غارسون كي انونس لا مور دانتيغون في الاخر ديال المسرحيه. هاد لو ميساجي هو اللي غايجي يخبر بان انتيغون اي سون فيونسي ايمون، ان انتيغون ايمون ماتوا بجوج، لان هاد المشاهد ديال الموت ما كتصورش فوق الخشبه ديال المسرح. لو باج، شكون هو لو باج؟ سيت ان بوتي غارسون، هو واحد الدري كي اكومباني لو روا كريون، هاد الملك كريون كي رافق واحد الدري صغير اللي سميتو لو باج بور لوي روندر كيلكو سيرفيس. يعني ديما هاد كريون كيكون مرفوق كيرافقو هاد لو باج اللي هو ان بوتي غارسون. لي ديرنيي بيرسوناج، اخر بيرسوناج انتيغون، لي غارد، الحراس، ايل سون تخوا، عندنا ثلاثة ديال الحراس، اي اون بور رول الدور ديالهم دو سورفيي لو كادافر، سورفيي هي يحضيو يحرسو لو كادافر الجثة دو بولينيس، ديال بولينيس اللي هو لو فخيغ دانتيغون، كيحرسو الجثة ديالو باش ما يدفنو حتى شي واحد، لأن كخيون بعد الموت ديال هاد بولينيس غيعاقبو أنه يخليه بدون دفن. إيل سابيل هاد لي تخوا كارد، واحد فيهم سميتو جوناس، تاني سميتو دوران، والتخوازيام سميتو بودوس. ديرنيي بيرسوناج، دونك هذا ماشي بيرسوناج مهم غير باش تعرفوه كإضافة، دوس اللي هي سي لا شيان دانتيغون، هي الكلبة ديال أنتيغون. غنشوفو هاد السمية ديال دوس في لا سين ما بين لا نوريس و أنتيغون. لا جون برانسيس لام بوكو أنتيغون، كتبغي بزاف هاد لا دوس، اي افون سا مور إل دوموند أ لا نوريس، قبل ما تموت أنتيغون غتطلب من لا نوريس دو بخوندغ سوان ديل، أنها تعتني بهاد لا شيان، بهاد الكلبة اللي هي دوس. دونك هكا غنكونو سالينا وتطرقنا لجميع لي بيرسوناج ديال أنتيغون. في القناة غتلقاو دي فيديو على لا فيش دو ليكتور، لو ريزومي، وغنقراو هاد لا بيس دو تياتر سين بار سين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.